المحبه والفرص والامل. شو عنا احلى من انه نتمعن بكل معنى وكلمه من هالصفات اللي انا ذكرتها، نضوي على نفس ونفسيه وعقل واراده الانسان بطريقة علمية وأدبية وروحية. عم توافقني ضيفنا طبعا بعلم حبيناه كلنا لما تعرفنا عليه أكثر وعلى حقيقة جوهره يلي بتعطينا شعور الغنى بالنفس والعلا والرقي بطريقة تعاملنا لنفسنا ولغيرنا. فمن حوالي الشهر ألقينا الضوء على موضوع علوم باطن الإنسان الإيزوتريك مع ضيفنا في حينه الكاتب والمفكر الأستاذ أنور سمراني، يلي شرح لنا بعمق وأسرار هالعلم المؤثر في سائر الحقول الإنسانية والعلمية والحياتية بكافة جوانبها. فما أجمل أن يعيد الإنسان تنظيم نفسه بين الحين والآخر، وأن يرسل نظرات ناقدة في جوانبها ليتعرف على عيوبها وآفاتها ويتخلص من هالرواسب السلبية. بوقتها لقينا قبول وأقبال كبير من المستمعين بكافة المناطق اللبنانية، طلبونا بالمزيد بأكثر من حلقة لنحكي عن خصائص هالعلم. واليوم أنا لبيت طلب أحبائي المستمعين لنضيف لمعلوماتهم وطاقاتهم المكنونة الداخلية المزيد حول هالعلم حتى يقدروا يركزوا عليه يستفيدوا منه. طبعا على طريقة علوم باطن الإنسان علم الإيزوتريك أو المعرفة البيضاء. هلأ بفقرة بلا فيزا حندخل على مناطق عميقة بالنفس وهوى صحي نتنشأه أكسجين حياتنا من هالهوى، ندخله على عالمنا إذ ربما بخفايا أرواحنا وأجسادنا وبواطن أنفسنا يكون في شيفرة أو كود سري بعد ما قدرنا طلعناه وطلعنا عليه حتى يريحنا بحياتنا وتعاطينا مع نفسنا وغيرنا. حتى نعرف أكثر حول هالموضوع بسعدني أني استضيف معي بالستوديو المهندس زياد دكاش الحائز على ماجستير في الهندسة، الباحث والمحاضر في علوم الإيزوتريك، الكاتب والمؤلف لعدة كتب وروايات بالإضافة إلى أبحاث ومقالات عديدة بالصحف والمجلات بلبنان والعالم. أستاذ زياد طولت عليك، يسعد لي مساك. أهلا وسهلا فيك. كيف حالك؟ ماشي الحال. وتأخرنا عليك كمان. لا بالعكس، وأول شيء كمان تعزينا للراحل الكبير ملحم بركات. نعم، خسر لبنان فنان كبير بس طبعا ربح إنجازاته. أكيد الله يرحمه. الله يرحمه. أستاذ زياد بالبداية وعن جديد حابين أنه نعرف المستمعين عن علوم الإيزوتريك مع أنها أصبحت بغنى عن التعريف ولو بإيجاز، بس قبل بدي أقول لكل المستمعين اللي حابين يشاركونا بمداخلاتهم حول هذا الموضوع بلون إلا يتصلوا على الرقم الأرضي لإذاعة صوت الحرية على 01-78-13-13 أو بمداخلة عبر الواتساب على 76-887-920. زياد بدنا نعرف المستمعين مرة تانية عن ماذا يعني الإيزوتريك. الإيزوتريك هو علم الوعي، علم معرفة النفس. إيزوتريك باللغات كلها بتعني أنه الدخول لجوا الخفي الداخلي. نعم. في الإنسان. هلأ اعرف نفسك عطيها سقراط، عطيها كفلسفة. نعم. إيزوتريك عم بيعطيها كمنهج عملي عملاني تطبيقي للإنسان يكتشف هالشي اللي جواته. نعم. داخل نفسه. أستاذ زياد منذ متى وأنت تدرس هذا العلم؟ ليش اخترت الإيزوتريك؟ كيف شدك هالعلم أنت شخصيا؟ كنت عم بنبش على الأسرار، عم بنبش على الحقائق الخافية. أول ما تعرفت على العلم من شي 25 سنة 24 سنة أول شي ما اطلعت على مؤلفاته حتى يعني كان لي موقف يمكن مش ما كنت موافق على الأشياء اللي فيه. بعدين وقتها بعد شي 7 سنين تقريبا عم برجع بتطلع على الاشياء اللي كان عطيها، لقيت انه فعلا هالشيء اللي عم نبش عليه هيدي من 19 سنه. نعم. ومن وقتها وعم نبحث بالإيزوتريك وعم نقرا مؤلفاته وعم وبلشنا نكتب طبعا كمان من خبرتنا الشخصيه. هلا بدنا نحكي عن الاصدارات الكتب اللي حضرتك. نعم. عملها. الإيزوتريك هو علم الاسباب للنتائج. شو المقصود؟ هو بيقولوا معرفه الذات بس علم الاسباب للنتائج، شو بنقصد هون؟ النتائج هي الاشياء الظاهره برا. الاسباب اللي هي الشيء الخافيه أو الإنسان يلي بغض أيام النظر عنا يلي هي عم بتأدي للنتائج للأشياء البرانية. يعني مثلا تفكير الإيجابي أو السلبي هو سبب،
النتيجة ممكن تجي وجع راس، ممكن تجي نتيجة حياتية معينة. إذن إنه النفس هي سبب الأمراض العضوية كما يؤكد علم الإزوتيريك. مزبوط، هي سبب كل الأحداث اللي بتصير مع الإنسان على الحياة. نفسيته. نعم. طيب زياد دكاش، رصيدك اليوم 3 مؤلفات كتب إذا فينا نقول: الزمن والنسبية والباطن، ورواية المخطوطة المفقودة، ورواية مسرح الخفايا. بدنا نحكي هيك بإيجاز عن كل هالإصدارات وبعدين نتناولهم كتاب كتاب. نعم. بداية كانت بالزمن والنسبية والباطن، كان بحث عن الوعي وعلاقته بالزمن وعن نسبية الزمن. نحكي عن أول نبلش أول نعم هذا المؤلف الأول، الزمن والنسبية والباطن. علاقته بين الفلسفة والفيزياء وعلوم الإزوتريك. يعني النسبية اللي طرحها أينشتاين شو هي فعلا؟ كيف النسبية تتغير تبع الزمن مع اختلاف الوعي؟ كيف بالأحلام مثلا تمرق أحداث طويلة ساعات بظرف دقائق أو ثواني حتى؟ الإزوتريك بفوت على التفاصيل، كيف وعي الباطن بالإنسان بيتصرف أو بيتفاعل مع الزمن. وطبعا كمان في إرشادات كيف الإنسان بيتخطى الزمن، كيف الإنسان بيختصر الزمن، كيف بيستفيد من كل لحظة بحياته، كيف بيعيش المستقبل بالحاضر. فإذا هلأ خلينا نتناول، طالما عم نحكي عن الكتب، نحكي عن الإصدار الأول لحضرتك اللي هو الزمن والنسبية والباطن. بإيجاز شو يتضمن بإيجاز؟ نعم، هلأ بيشرح طبيعة الزمن كمان على علاقته بالعقل. الزمن هو تتالي الصور العقلية على شاشة الوعي، مثل ما بقول الإزوتريك بكتاب كمان الزمن وأبعاده المجهولة للدكتور جوزيف مجدلاني. هلأ الزمن منه شريط خارجي عم بيمشي ومستقل عنا. الزمن يتعلق بنا، يعني كيف أنت قلت قبل كما نكون يولى علينا لا قلت كما نكون يولى علينا يولى علينا صحيح. كما نكون كما نتصرف بكون الزمن كمان تبعنا، يعني نتسارع في الوعي يتسارع الزمن. يعني إذا بدنا نغير حياتنا بدنا نغير نفسنا، بدنا نغير حالنا من جوا. مزبوط. نعم. طبعا الكتاب بفوت بمعادلات وبتقنيات وفي تمارين كمان عن الزمن وعن الشعور بالزمن وعن كيف اختصار الزمن لنجاح أفضل. مش شوي خيالي بتحس هالكلمات انه فيها شيء غير واقع؟ ليه انا قلت لك من 25 سنه ما قبلت الإزوتريك؟ لانه كنت مفتكره خيالي، يعني نعم. حتى طلعت قريت عن السفر عبر الزمن وعن هالامور. الساعه الزمنيه. مزبوط، بس بعدين هالساعه الزمنيه هي بوعي الانسان جوا. وما اجت خرافه بدون ما تدل على مش دلالة. مثل الافلام اللي بنحضرهم الساعه الزمنيه انه بيرجع للماضي وبيعيش احداثها. هي دلاله، هي بلا، يعني ما في شيء بحطوه بالاساطير الا ما موجود بالانسان. نعم. بس بدك تشوفي مزبوط كيف موجود. كيف الوعي الإنسان الداخلي وقت يتطور هالوعي كيف بيقدر يتحكم بالزمن بحياته. نعم. طب من الزمن والنسبية والباطن هذا الكتاب انتقلت إلى المخطوطة المفقودة اللي هو كتابك الثاني. نعم. اللي هو رواية هالمرة. اللي هو رواية كمان مستوحاها من علم الإزوتريك. طبعا كل مؤلفاتي من فينا نحكي عنها من علم الإزوتريك. هالخبرة تم حطها بشكل كان بحث، اجت بشكل روائي. هي قصة طالبة في الطب. نعم. بتكون عم بتنبش على حقائق معينة على مخطوطة مفقودة. نعم. وفي إطار بحث عن هالمخطوطة المفقودة بتلاقي كتير إشياء، ما رح نخبركم شو بصير بالرواية. مزبوط، حكيت عن الشيفرة، بتلاقي شيفرات معينة، بتلاقي سر طاقة الحياة البرانا. نعم. اللي كمان ذكرتيها، بتلاقي كيف بفوت الإنسان لجوا بلا فيزا. بلا فيزا. كيف بيدخل لجوا بلا فيزا؟ نعم. على نفسه وعلى حاله. نعم. بالتأمل بقدم الكتاب بسلسلة روائية بسرد روائي معادلات وتقنيات تأمل. شو بنستفيد منه المخطوطة المفقودة نحن كقراء؟ المخطوطة المفقودة بتعطيك 3 أبعاد. واحدة منها أول شيء تقنيات نكش الزيت، يعني منه بنستمتع بالرواية عن هالطالبة طالبة الطب، ومنه كمان بنستفيد إشياء نحسن فيها حالنا على طريقة الإزوتيريك. صح. وبتكشف كمان معادلات عن طاقة البرانا يلي بيتنفسها الإنسان، يلي طبعا بنسمع اليوغيين بيحكوا عنها. الإزوتريك بيفسر مزبوط طاقة البرانا كيف موجودة بالهواء وكيف بيستفيد منها الإنسان، حتى عقله بيتشرب هالطاقة. نعم. يعني مش بس للجسد. الجسد والهالة الأسيرية والطاقة يلي داخله. نعم. بننتقل هلأ من المخطوطة المفقودة، نحن عم نعطيهم حقهم للكتب ولو بإيجاز ولكن بشكل ممتع يعني. نعم. نتطرق إلى رواية مسرح الخفايا اللي هو آخر كتاب لحضرتك أستاذ زياد، وبعدين بنحكي عن إصداراتك الجديدة، بس خبرنا مسرح الخفايا شو بيختلف عن المخطوطة المفقودة والزمن والنسبية والباطن؟
المخطوطة المفقودة بتعطي المبادئ، المبادئ الإزوتريك، وبتشرح عن الأجسام الباطنية بداخل الإنسان الذبذبية التكوين. مثلا نعم. الخفايا إجا تيفتح إشي ملموسي، يمكن إشي ملموسي وشي جديد، يعني طرح كيف هالمقدرات الباطنية بالإنسان اللي العالم بتسميها معجزات فسرها. فسر مثل شو أستاذ جياد؟ مثلا أشياء نعم مثل توارد الأفكار، شرحها بالتفصيل علميا، لان الإزوتريك بقدم علم ومنهج، ما بده يقدم ظواهر لحتى فقط لإثارة الدهشة عند الآخرين، بقدم إثباتات كمان. إثباتات نعم أكيد. وبذات الوقت بيعطيها بمنهج، وبذات الوقت مسرح الخفايا بيكشف الألعاب الاحتيالي اللي بيستعمل عن السحر وهيك، عن السحر وهالشي مشان يعني يلبسوا هالمقدرات الباطنية صورة هن حطينا نعم. في سبيل ربح مالي أو غير شيء. طيب خلينا نأخذ اتصال قبل ما نسأل شو هن أنواع السحر اللي عم تحكي عنه حضرتك. نأخذ اتصال. ألو 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 مرحبا. مرحبا، أهلا وسهلا. صراحة أنا حب أسأل الأستاذ زياد، لأنه أنا من يلي قلين له كتبه، بس مين معي؟ مين معي؟ التيل بالكتابة هو التيل في كتير تشويق، ومعكت هيدا بيعمل بالانس بكتابته رائعة، انه وقت واحد بيقرأ الكتاب بتطلع كل هالمعارف معه، ما بيروح بالقصة بجمال القصة، بس بدي اعرف كيف بعمل هالتوازن بين الكتابة وبين يقدر يوصل المعرفة بكل هالتشويق يلي بحطها بكتاباته. حلو، بس مين معنا؟ ما قلت اسمك. معك ميشيل. ميشيل يا اهلا وسهلا فيك. ميشيل بتسأل شو هالتوليف الحلو اللي خالد فيها هالمزيج اللي طلعتنا فيه بين التشويق بالقصة وبين القاء الضوء على علم الإزوتريك. ايه، لانه الكتابة وقت تحط المفاهيم بشكل محاضرات او ابحاث الا طبعا منفعتها، ولكن الرواية بتعطيك سبع ابعاد، بتعطيك البعد المعرفة، بس كمان بتعطيك بعد السرد التشويقي اللي هو تشويق معرفة أكتر ما هو تشويق للإحساس. هذا أسلوبك بيكون مظبوط. وكمان في عندك الشخصيات، وقت ترسم هالشخصيات هن انعكاسات من داخلنا، يعني صرت أنت كقارئة صرت بطلة للرواية. نعم. عم بتعيش أحداثها، عم بتحط حالك بكل ظرف، شو بتعملي هون، فصرت عم بتعيش هالحالة. نعم. لأن الإزوتريك ما بده قراء، بده أبطال لروايته يعيشوا هالمعرفة. هو لنفسه. ناخد اتصال تاني. ألو ألو أهلا وسهلا، يعطيكم العافية. الله يعافيك. مين معي؟ معك راجي. أهلا وسهلا يا راجي. أنا كمان من اللي قريوا كتب الأستاذ زياد دكاش. أه. وبحب أطرح عليه سؤالين. أول سؤال عن المخطوطة المفقودة. بيحكي فيه عن تقنية نقش النفس، بس لو ممكن يوضح لنا إياها أكثر. أوكي أوكي. وتاني سؤال، ليش غير أسلوب الكتابة من العلمي للرواية؟ نعم. وشكرا. اهلا وسهلا فيك يا راجي. سؤالين، تغيير اسلوبك. رح نبلش بالثاني. تغيير الاسلوب هو بعده علمي، بس صار علمي باطني، يعني صار ادب باطني، لانه وقت العلم جاف، يعني وقت تكتب علم ممكن واحد يقرا 20 30 40 صفحه، اذا منه هو علمي رح يلاقي صعوبة تقدر كمان، ما حيستفيد منهم. مظبوط. تحطيها بأسلوب روائي، عم بتوصلي نفس المعادلات، عم بتوصلي نفس الـ التوصلات. نعم. ولكن بأسلوب طري يقدر يفوت على إلي مثل الكل. نعم، لأنه المعادلة كلها معادلة تفاعل، قد القارئ بيقدر يتفاعل. نعم. مش كمية من المعلومات نكبها على القارئ، قد ايه بيتفاعل، قد ايه بيكتب، بيعطي نتيجه. وكان سؤاله الاول نقش النفس. نعم. نقش النفس كمان تفاعل مع النفس، صدق مع النفس، وبذات الوقت تعريه للنفس، يعني قد ايه الانسان في يكون امام نفسه شجاع، امام نفسه، قد ايه بيقدر يدخل على هالفسحه الداخليه، على هالفريزون اللي جواته. نعم. يقدر يتحرك فيها ويعمل تقييم لحاله. انا كان بس بدي ارجع لروايه مسرح الخفايا، كنت عم تحكينا عن السحر، اي انواع من السحر استاذ زياد؟ هلا طبعا الإزوتريك بحذر من كل انواع السحر، بس بيكشفهم، بس بدنا يعني نركز نشوف نوصل للمستمعين. نعم. شو انواع السحر اللي بتصلهم بكتابك؟ رح اعطيك بعضهم حتى ما نحكي عنهم كلهم. واحده منهم هي قلنا عنها توارد الافكار او الحدس، اللي ايام بيعملوها انه عم بيقرا افكارك الشخص الاخر. هذه هي الحاسه السادسه ولا غير؟ لا، الحاسه السادسه بتشعري بحدث عم بيصير، اللي هي الهاله الاثيريه بتستشفه، الاورا داري من داري. نعم. الحدس مشاعرك بتلقطه، والاستلهام او توارد الافكار جسم العقل اللي فيك هو اللي بيلقط. توارد الافكار يمكن انا عندي فكره وانت. نعم. نفس الشيء بتصير عندك نفس الحاله. وحاليا عم تصير كتير بين الاعلاميين. مزبوط. وبين الفنانين. واحد بيطلع باللقاء بيحكي فكره بيصيروا بيقولوا انه نحن هي فكرتنا، بكون سامع بس لا عن جديد من زمان بتصير معي. نعم. بس على فكره بين ناس وناس
يعني ناس معينين مش مع كل العالم بتصير. يلا أكتر شيء في صلة معهم. نعم صحيح. يلا أكتر شيء عندهم شفافية. نعم. وشغلة تانية كمان مثلا الجاذبية، تحدي الجاذبية. نعم. كيف تخطي الجاذبية بيكشفها مسرح الخفايا شو تقنية إلغاء الجاذبية، مش اللي بيعملوها على المسرح كألعاب خفة أو كألعاب تكنولوجية. طيب خلينا ناخد اتصال تاني. ألو، بعتذر انقطع الاتصال. إذن لكل المستمعين اللي حابين يشاركوا بهالموضوع الشيق واللي كتار على فكرة نسبة كبيرة من الناس صارت بالأول ما كان يعني منه بالجر، أنا ما كنت أعرف شو الإزوتيريك على فكرة، إنه مرور الكرام اسمع الكلمة بس ولا مرة اتمعنت فيها، بس من لما كان ضيفنا الأستاذ أنور سمراني وعم بتواصل معكم ومع الجمعية ومع الكتب فشي كتير رائع. فإذا بناخد اتصال لكل المستمعين على 01 78 13 13 أو عبر واتساب البرنامج على 76 887 920. بقول ألو. ألو بونجور. بونجور، أهلا وسهلا. نور. مين معي؟ نور. نور أهلا وسهلا يا نور. وي كان بدي أسأل بمؤلفات الإزوتيريك ذكر عبارة هندسة الأحداث، بدي أسأل زياد حول هذا الموضوع، كيف بهندس أحداث أبطاله؟ أوكي شكرا كتير على هالسؤال. حلو السؤال. سؤال بمطرحه، هندسة الأحداث. هندسة الأحداث هو مفهوم. حضرتك مهندس بس نعم. ما له علاقة. أنا مهندس بالعلوم المادية بس نعم. المهندس بالعلوم الذبذبية هو الدكتور جوزيف مجدلاني، نوجه له تحية. وأنا كمان اللي طرح هندسة الأحداث، مفهوم هندسة الأحداث بكتبه لأول مرة ما كانت موجودة. نعم. اللي هي كيف تقدري عبر تفاعلك وعبر في الوعي وعبر برنامج وعي راقي الأحداث من حولك تتآلف وتتساعدك تتحققيها. نعم. يعني بتصير بتفكر إنه مصادفة أول مرة صار هالشي، ولكن هو إجا تخليك تحققي رغبتك في التطور، خصوصا إذا عم تشتغل بشكل إيجابي جدا. فهندسة الأحداث تبع شخصيات رواية، تنجاوب سيد نور، بتصير بطريقة نفس اللي بتصير بالحياة، لأنه الحياة هي رواية كمان نعيشها كل يوم. أكيد. رواية واقعية. رواية واقعية وسردة نحن نتحكم فيه. يعني نحن كتاب روايتنا كل يوم. وفي أحد أبطال كتاب مسرح الخفايا اسمه نور كمان. كمان موجه له تحية. طيب أنا بس بدي أتوجه على الواتس أب لأنه بدأوا المستمعين اللي تواصلوا معنا، مثل ما قلت اللي حابب يتواصل عنده سؤال للأستاذ زياد على 76 887 920 رقم الواتس أب، أما رقم الإذاعة صوت الحرية رقم الأرضي 01 78 13 13. أستاذ زياد لما زهر الدين بتوجه سؤال بتقول إذا ممكن التوسع بمدى خطورة استعمال المقدرات الباطنية. حلو كتير هالسؤال، لغايات معينة كيف يمكننا التعرف أكثر على هذا العلم في لبنان؟ يعني سؤال مشقين. كتير حلو السؤال. لما زهر الدين كيف يمكننا التعرف على العلم؟ طبعا في محاضرات أسبوعية بلبنان موجودة بسانتر الإزوتريك اللي نعم. هو على طريق الحزمية موجود على الويب سايت طبعا www.esoteric-lebanon.org، بيقدر يفوت اي شخص، وفي فورم كمان على الفيسبوك بتحطوا منتدى الإزوتريك، يعني كل شيء بين ايديهم، يعني كل شيء بين ايديهم واهلا وسهلا فيهم. المحاضرات مجانيه اسبوعيه وفي اكثر من 100 مؤلف حتى اليوم. نعم. بسبع لغات. انتوا نهار السبت محاضراتكم بتكون كل سبت؟ السبت الاول محاضره الدكتور جوزيف مجدلاني. نعم. مؤسس علوم الإزوتريك، وفي تالي التنين وفي رابع جمعه. وهلا عندنا كمان محاضرات بكل مناطق لبنان عم بتصير، بتشوفوها على الموقع وببيال بالمعرض اللي جاي بنحكي عنه كمان في محاضرات مكثفه. هيدا بالنسبه للشق الثاني من سؤاله. بالنسبه للشق الاول مخاطر، بشكر على السؤال. لانه مثلا تنويم مغناطيسي، الإزوتريك يحذر عن هالموضوع لأنه لازم الإنسان يفوت على وعيه الباطني من خلال درجة وعيه بالتأمل اللي معمول بشكل منهجي وإيجابي. نعم. إحدى استعمال المقدرات الباطنية مثل التنويم المغناطيسي مثلا لأسباب تانية يضر الشخص ويضر الشخص التاني اللي عم بنومه. طب بنحكي عن ضرر الشخص من التنويم المغناطيسي بالشخص التاني، بس ما بدي نطر المستمعين. ألو. ألو. أهلا وسهلا. يعطيك العافية. الله يعافيك. معك أكرم. كيفك يا أكرم؟ الحمد لله ماشي الحال. أهلا وسهلا فيك. أنا بدي أسأله الأستاذ زياد عن كتابه الزمن والنسبية والباطن، بيقول فيه أنه الانتقال عبر الماضي أو المستقبل وتخطي الزمن هو عملية وعي في عرف الإزوتريك، يشرح لنا كيف؟ أوكي شكرا على سؤالك أكرم، أهلا وسهلا فيك. شكرا أكرم. بس منتابع عن كفة عن تنويم مغناطيسي وبعدين ناخد سؤال أستاذ أكرم، وهالشي رح يجاوب على سؤال أكرم كمان. لأن تنويم مغناطيسي شو عم بيعمل؟ عم بدخله على الماضي تبعه، يعني عم بيخليه يفوت على وعي الباطن، بس عم بفوته بالقوة،
عم بفوته من دون إرادته، من دون درجة وعيه. التنويم المغناطيسي هو علم أيضا، هو علم، ولكن طبعا يعني الجسم الطبي بحذر بعد منه، مش عطول بيستعمل كل تقنياته. علم النفس أكتر حسب بإيد مين. نعم، وفي حسب أشخاص كمان من خلال تنويم مغناطيسي طبعا ما قدروا سيطروا على الوضع، يعني أذى المريض لهيدا. هلا التنويم المغناطيسي اذا بيكون باراده الشخص، هو يعمل بونت اونت بارانتيز، تنويم مغناطيسي لحق تنويم يفوت بالتامل لجوا ينكش حاله. طبعا في تقنيات بيكون عم بفوت حسب درجه وعيه. شو تقنياتها طبعا ما بتختصر على الاذاعه، في يعني بالقلم العريض مثل ما بقول العنوان العريض. فيك تقولي صمت فكري معين، تقنيه صمت فكري مع تقنيه تنفس في اجواء معينه مثلا، الاجواء داخليه مش برانيه. بالافلام بفرجوكي بخور وشمع وهيك، مثلا لازم يكون لوحده، ما لازم يكون فيه هيك برازيت حواليه ضجة لحتى يسترخي ويقدر أكتر يوصل لنفسه. مزبوط، بده يكون عنده هدوء داخلي، بده يقدر يصمت الفكر، لأنه التأمل هو صمت للأفكار، هو دخول، هو عملية باطنية، بده يقدر مشاعره تصمت، ما يقعد في ضجة خارجية. صعبة، بدها إرادة قوية تصمت الأفكار، يعني لا شعوريا بتشط لمحل تاني. مزبوط. يمكن بس نتيجتها بتعطيه هدوء بعدين. أوكي. وبتغير له كتير بإشياء داخله. بناخد أيضا اتصال. محمود، ألو. ألو، أهلا وسهلا. ألو، مرحبا. مرحبا، معك نريمان. يا هلا يا نريمان. مسيو زياد ذكر ضمن المقابلة هلأ، نعم، أنه كل شيء موجود بالأساطير هو موجود بالإنسان. نعم، بس بليز بس يفسر لنا. أكيد أكيد، شكرا كتير يا نريمان. هي تطلعت بالأساطير وتطولت، يعني في أساطير بتموت دغري ما بتقعد تسمع فيها. الأساطير اللي بتعيش لا شك عم تكشف حقيقة معينة، وهي معدودة يعني، مانا كتير كتيرة. نعم، ولكن بتكون كيف، يا مشوهة يا مغيرة يا أما هن مخبينا. الأغلب مخبينا، مخبينا جوا الأغلب. مشان هيك بالإزوتريك تقريبا بالمئة مؤلف لحتى اليوم بتكشف حقائق هالأشياء الداخلية، بتكشف أسطورة إكسير الحياة، بتكشف أسطورة حتى السفر عبر الماضي والمستقبل اللي حكينا عنه. نعم، معرفة الداخل بالإنسان وأمور كتير موجودة ما كان بيعرف الإنسان شو معناتها. أستاذي، بكتابك الثاني المخطوطة المفقودة بيكشف عن سر إكسير الحياة اللي عم تحكي عنه، أو طاقة الحياة. هالشي بنشاهده بالأفلام الخيالية، بالسينما، بالحكايات. كيف بتوضح لنا شو إكسير الحياة؟ ما هو؟ أين يوجد؟ يعني أنا بعرف أنه من زمان كانوا هو عبارة عن معادن عادية، يعملوا لها طريقة يسهروها عن جديد، يحطوا لها مادة، حجر الفلاسفة. نعم، حجر الفلاسفة، حتى تصير معدن مثل من ماس أو من ذهب أو حجر كريمة. حجر الفلاسفة كان يستعملوه للتمويه، يعني حتى الحجر الفلاسفة بداخل الشخص المتطور اللي كان يعمل هالشي. نعم، فكان يستعمل طاقاته الباطنية حتى يحول هالمعدن أو هالشي، أو يحول النفوس لشيء أحسن. يعني حدا تاني بيقول لك إكسير الحياة هو يمكن نبتة أو عشبة أو معدن، تروح نشوف ندور عليه. هو ليه كان يحمل شيء، كان يحمل إجابي. حجر حتى إذا الأشخاص بدهم يستولوا على هالشي يروحوا صوب الحجر، ما يروحوا صوبوا لقلو. نعم، فكانت عملية تمويه للحجر. ولكن هالتفاعلات الداخلية تخلق تحول بالنفس. الخيمياء المضبوطة مش بتحول معادن لذهب، يلي بتحول النفوس لذهب. ما دائما بيقولوا ابدأ بنفسك. مضبوط، لأنه متى ما جوا صار التحول الخيميائي الجواني، صار فيه يعمل كل شيء برا. نعم، وبرضه بس إكسير الحياة موجود كمان بطاقة البرانا يلي هي بالهواء. مشان هيك في تقنيات تأمل وتقنيات تنفس معينة بقدمها الإزوتريك لطلابه وبمؤلفاته، بتخلي الإنسان ياخد من طاقة البرانا أكتر. نعم، تنفس الطبيعي بشكل منتظم بيقدر يخليك تاخدي أكتر. كيف تاخدي أكسجين؟ تاخدي معه طاقة البرانا اللي هي بتعطيك الصحة القوية. نعم، ذكرت كلمة الخيمياء اللي هي الكيمياء القديمة. نعم، كلمة الكيمياء كلمة جديدة، هي لأساس الخيمياء ممارسة قديمة ترتبط بعلوم الكيمياء والفيزياء والفلك والفن وعلم الرموز وعلم المعادن والطب والتحليل النفسي. وكثيرا ما لجأ الخيميائيون إلى تفسير الظواهر الطبيعية. مزبوط. غير المعروفة عندهم على أن ظواهر خارقة ترتبط بالسحر أو علم الصنعة. نعم، هولي هالشي كيف بارزين بالإزوتريك. نعم، هلأ الإزوتريك هو علم خيميائي لتحويل النفوس أول شيء مثل ما قلنا، ولكن هون بيقولوا المعادن والأشياء الجامدة هون النفوس. لا، وبس بقدم بعض الأسرار عن تحويل الأسير والذرات المادية، بقدم هالمعادلات، ولكن ما بيتلهى بس فيها، لأنه المحور هو الإنسان. نعم، هلأ الألعاب الخفة وألعاب السحر اللي حكينا عنها ترتكز أكتر على الكيمياء.
يعني على ألاعيب وتفاعلات كيميائية أعشاب وغيرها وهيدا. حلو. بينما الخيمياء هو تفاعل ذبذبة. نعم. تفاعل فكر الإنسان. يعني هو فكر الإنسان الذبذبة هو اللي بغير. يعني هون عم نرجع نحن لابن خلدون لما عرف ابن خلدون الخيميائيون بأن الخيمياء كيمياء بأن نعم. علم ينظر في المادة التي يتم بها تكوين الذهب والفضة بالصناعة، وهي أيضا منظومة مثل ما حضرتك تفضلت نعم. لأفكار فلسفية ومورست بعدة دول وحضارات قديمة لمدة 2500 سنة، وهي معادلات وعي. كل اللعبة بفكر الإنسان بوعيه. هلأ كيف بدك تجيب اهتمام الأشخاص إذا قلت لهم وعي والفكر وكذا لو طرحوها من زمان وتقلوا لهم ذهب وتحويل المعدن؟ عندك اهتمام للوعي العام أكتر. من بعد ما يبحث بتحويل الذهب المعادن لذهب نعم. لوحده بده يوصل، إذا كان صادق ببحثه المعرفة بيوصل لتحويل الداخلي بالإنسان. حلو. خلينا نرجع على الواتساب تنشوف مين أرسلنا من المستمعين. برجع بذكر لكل اللي حابين يتواصلوا معنا بها الحلقة على رقم الأرض لإذاعة صوت الحرية على 0178-13-13، وأيضا عبر واتساب البرنامج 76-887-920. بعد عنا 3 دقايق لنختم الساعة الأولى، وبعد عنا نصف ساعة تانيين بعد الأخبار. وخلينا هلأ ناخد الواتساب. المستمع الدائم لنا دنيا شيخ، وبوجه لك تحيه انت وعائلتك دنيا. بتقول هاي زينه، شو اليوم في بفريزون؟ عم تسمع الحلقه دنيا، دائما بتسمعنا وبتشارك. نعم. بتقول هاي زينه، تحياتي لك ولا مهندس الصوت ولا ضيفك الكريم استاذ زياد. اولا بنعزي لبنان بفقدان الراحل المبدع ملحم بركات، ثانيا كل انتخاباته انتم بخير وان شاء الله هالرئيس بحسن وبيبدل احوال لبنان للاحسن، ثالثا تحياتي لضيفك الاستاذ زياد دكاش، ويا ريت كل الناس تهتم بهالعلم. بتقول دنيا يا ريت لو بيشرح لنا إذا هالعلم بيساعد على النظرة المتفائلة بالحياة قديش بحاجة لها يا أستاذ زياد، أو أنه الحقائق اللي بتنتج عن هالدراسة نعم. هي ذات وجهين إيجابي وسلبي. وتحياتي دنيا وصلت لمستمعي صوت الحرية. شكرا يا دنيا شايفه. تنجاوب عن النظرة، هي بتبلش من جوا، يعني هي العوينات جواتنا. إذا طلعنا بإيجابية نرى الوجود جميلة مثل قوليس أبو شبكة. أكيد. فإذن هندسة الأحداث سألت عنه السيدة نور قبل، هو كيف بتهندس من جوا أنت التفاؤل والتفاعل بالأشياء الموجودة بالإنسان واللي بيكون موجود عنده أو ناقصه مثلا بشي بيفتقد له بين الإيجابي والسلبي. كل ما ينمي الإيجابية جواته ويمشي على منهج وعي، كل ما يلاقي هالشي برا انعكس بهندسة الأحساس. كيف بيعرف واحد أنه بحاجة لهالأشياء؟ يعني بحس شعور، كل إنسان بحاجة أنه يطبق علم الإزوتريك على حاله. بده يحس بشعور فضول للمعرفة. بحس بشعور فضول لسبر أغواره. هالشي أنا بتناوله بالمؤلف الرابع. هلا إذا صار في ضيق من الوقت بس حتى بعزمكم على معرض بيال، رح يكون عندي توقيع بـ4 ديسمبر بـ4 كانون الأول. مش تشرين الثاني، مش شهر الجاي، لا بديسمبر ببلش من واحد، من واحد كانون الأول ديسمبر لـ15 بتخيل. وكل يوم في محاضرة تقريبا، يا إزوتركية يا حفر التوقيع يا تعرف على الكتاب. هلا بنحكي عن الإصدارات الجديدة وعن نعم. تحديدا عن، أو إذا بتحب هلا طالما قبل عنا شوية وقت بعد محمود، إذا بتحب نحكي نعم. شوية طالما فتحنا الموضوع. إذا بوفونا عبيال في عنا ستاند للإزوتريك ببيال خاص فيه. نرجع نذكر التاريخ، المؤلفات من 1 كانون الأول ديسمبر ل 15 ديسمبر بعد شهر تقريبا. نعم. بـ1 في محاضرة للمؤسس، وبـ2 في حفل توقيع لإله، بـ3 كمان في محاضرة، و3 و4 وفي توقيع لإلنا. وفي عنا كمان بعدين بـ10 الشهر وبـ9 الشهر وبـ11 الشهر كمان توقيع. كل يوم في حدث بستاند الإزوتريك. إذا بفوتوا على منتدى علوم الإزوتريك وعلى الويب سايت بلاقوا كل التفاصيل عليه. الإصدار اللي طالع هلأ جديد شو هو؟ نعم. هو مواجهة في إصدارين بالحقيقة. إصدارين. رواية مواجهة في الصميم. هيدي رواية معرفية عن. حلو العنوان. نعم. ما بدنا نكشف رواية من هلأ بس. لا أكيد. عن المواجهة، مواجهة النفس. وشخصين كمان بحبوا بعض، كل شخص من طائفة مختلفة. حلو. كيف عم بواجهوا المجتمع در من دارهم، بواجهوا. والإزوتريك له علاقة كمان. ما بيتدخل بهيدا، بس هو بفوت في مشكلة التعددية.
كيف الإنسان يفهم الوحدة من خلال التعددية، كيف يتخضى هالتعددية مشان تعايش أفضل وتناغم أفضل. على السريع الرواية الثانية، والثانية هي كتاب عن التواصل الإنساني، كيفية التواصل الحقيقي مع غيره ولا مع نفسه، مع الإنسان مع الآخر، مع نفسه طبعا ومع الآخر زي أتيكيت يعني. ما هو إذا تواصله الداخلي ضابط بيزبط مع الآخر. أكيد أكيد. على العموم حديث شيق جدا، والعلم هيدا عن جد فظيع وعم بيخلينا نشد له أكتر. بس نحن هلأ بدنا نتوقف مع محطة مع زميل محمد الألطي، محطة إخبارية، وبنرجع منتابع بعد في عنا نص ساعة. بنقول للمستمعين ما تروحوا بعيد، خليكم متابعين. برجع برحب عن جديد مستمعينا بكل اللي انضموا لنا بهاللحظة عبر برنامج فريزون، ودائما عبر القوية إذاعة صوت الحرية، ومع زينة رمضان، وأيضا تحية للمخرج المبدع محمود عواد، ولضيفي في الاستوديو الأستاذ زياد دكاشة. أهلا فيك. أستاذ زياد، مرقوا نص ساعة تقريبا كنا عم نحكي فيهم عن علوم الإيزوتيريك، هالعلم المشوق جدا واللي ما بنشبع منه، واللي حسب ما ملاحظة أن المستمعين كتير عم يتفاعلوا معه. وبرجع أنا أدعو المستمعين يلي حابين يسألوا أي سؤال حول علوم الإيزوتيريك يتصلوا فينا على الرقم الأرضي لإذاعة صوت الحرية على 01-78-13-13، ولا مداخلاتهم الصوتية أو كتابة عبر واتساب البرنامج على 76-887-920. استاذ زياد، كيف نستطيع أو كيف تستطيع علوم الإيزوتيريك كشف الألاعيب والحيل، فبتفرق بين الشيء الحقيقي الباطني واللي هو خداع؟ هذا كثير مهم بحياتنا. بس في معنا اتصال، يمكن ناخذ اتصال ونرجع للسؤال. الو الو، اهلا وسهلا. بونجور. بونجور، معك ماري. اهلا وسهلا يا ماري. بدي اسال استاذ زياد اذا بيعمل معروف. تفضلي. عطانا 3 كتب نثر قصص، هل من الممكن بالمستقبل يعطينا كمان كتب عن الشعر مثلا؟
اها لانه كتاباته كثير حلوين. شكرا ما بنعرف اذا بالشعر رح يكونوا بس اكيد رح يكونوا غير شكل. اها اوكي هو بيجاوبك على الشيء. بعد اليوم عم تخطر ببالي الفكره كانت هاي توارد الافكار. شكرا كثير يا ميري على اتصالك. اهلا وسهلا فيك. طبعا اللون الشعري لازم خبره لازم ندخل فيها. يعني ممكن بال هاي توارد الافكار بينك وبين ماري ممكن يختار من الناس. لانه الشعر في تعبير في تفاعل داخلي دافي في دفى. نعم وقت تحط المعرفه بقالب دافي توصل للقلوب الأخيرة. يعني مفكر بهذا الموضوع؟ طبعا طبعا ممكن يصير في كتاب مستقبلي بقالب شعر بس طبعا شعر معرفة. يعني الإزوتريك بحب يقدم المعرفة في قالب شعر. حلو. هلأ في عنا في محراب القلب للزميلة ندى معوض هو كتاب شعر ولكن مليء بالكشوفات المعرفية. حلو. عن في شفرات وبيفكوها عن الحب عن الحب بحد ذاته في محراب القلب ولكن في غمق معين. يعني غمق معين في تناول موضوع الحب. وفي همس الحب للدكتور جوزيف مجدليني كمان كتاب شعر راقي جدا ودافئ جدا جدا واللاوعي انحكى. نعم بعتقد انه في حول هالموضوع الإزوتيريك تقريبا اكثر من 70 او 80 كتاب. نعم. اكثريتهم كمان. نعم. الاستاذ مجدليني كمان. نعم. هو طبعا هو مؤسس علوم الإزوتيريك ولكن شاء بذات الوقت انه طلاب هالعلوم يصيروا كتاب. يعني وهيدي كمان ما حدا سبقوا عليها قبل. يعني عادة نعرف الكتاب بينشهروا وبيكتبوا كتب وهيدا بس الدكتور مجدليني شاء انه طلابه يقدر يوصلهم يصيروا كتاب وبنشكره كلنا على أكيد هالشيء. وإن شاء الله هيك بيكون له دور ببرنامجنا نستضيفه نستفيد منه أكتر وأكتر كمان. فإذا بنرجع لسؤالنا كيف بيستطيع علم الإزوتيريك كشف الألعاب والحيل هيدي مهمة هلأ. فمنفرق بين هو اللي هو حقيقي باطني شو هو وهم وخداع عبر عدم الخوف منه ولكن مواجهته. كيف دراسة المعادلات الباطنية الحقيقية بالإنسان وتعرف الحقيقة تعرف الزيف. انت وقت تكون عم تشتري ماركة معينة اذا بتعرفيها الحقيقية مش التقليد بصير فيك تكتشف الزيت الزيف. اكيد. بس ما في واحد يكشف التقليد اذا ما بيعرف الحقيقة. فالإزوتريك بقدم معادلات الحقيقة اللي جوات الانسان. عبارة صحيحة. نعم. بيدرس الاثير. هلأ سمعنا غنية أعطني الناية وغني بنشكر المخرج عليها. نعم. اللي بتحكي عن الأثير وشربنا في كؤوس من أثير. هالأثير الهالة الأثيرية بيدرس له أسراره. نعم. ومن خلالها في يعرف شو التفاعلات اللي بتصير لا مادية الحقيقية وشو التفاعلات اللي مش مزبوطة بيفتعلوها. نعم. طيب نحن حكينا شوي عن الكتب اللي حضرتك مؤلفهم اللي هن المخطوطة المفقودة. نرجع نذكر المستمعين اللي انضموا لنا بهاللحظة وأيضا مسرح الخفايا والزمن والنسبية والباطن مع ضيفنا زياد دكاش. أستاذ زياد هلأ بالنسبة إذا أرجعنا شوي على الكتابات لماذا اخترت كتابة الروايات وكيف بتجمع بين السرد الروائي وتقديم المعرفة الإنسانية؟ نعم. السرد الروائي عم بيعمل لك حياة مصغرة بكتاب. فإذا مثل ما قلنا بكون القارئ هو بطل القصة فإذا هالقارئ رح يتفاعل مع أحداث هالرواية مع المعارف اللي عم بتقدمها هالرواية ما عم بيخدها كدرس معين نصائح هيك. نعم. مباشرة لأنه النصائح أيام بتتفاعل معها وأيام بتطج على الإنسان بتعرفي ما بتفوت لجوه ما بتخرقه. صحيح. بس وقتها تيجي بشكل غير مباشر بتقبلها أكتر. مظبوط. وقت تيجي من خلال شخصيات بالرواية هالشخصيات بشكله أوجه من حقيقته هو لأن كل شخصية بالرواية بتقريها هي شيء منك هو بيكون بطلة هو بعيشة بتشوف انعكاسة صفاتك بهالشخصيات. نعم. طيب أنا بدي أرجع أذكر المستمعين على 0178-13-13 إذا صوت الحرية وأيضا إذا كانوا حابين يعملوا مداخلة عبر الواتساب على 76-887-920. نسمع فاصل وبنرجع منتابع هالحوار. للزمان ومشيت ومشيت الطريق حكمني الزمان ومشيت
ومشيت بطريقي طريقي طريقي حكمني الزمان ومشيت 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 بطريقي حكمني الزمان لقلبي سبقني 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 لقلبي سبقني 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 لقلبي سبقني 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 لقلبي سبقني 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 وانا انا هربان عن جديد أسرة إذاعة صوت الحرية بتتقدم بأحر تعازي من عائلة الموسيقار الراحل ومن جميع اللبنانيين لفقدان عملاق جديد من عمالقة الفن الأصيل مع رحيل الموسيقار الكبير الفنان ملحم بركات. خسر لبنان واحدا من أعرق مبدعيه وقد طبع الأغنية العربية والمعاصرة بأسلوبه اللحني والإبداعي وأدائه اللي بيجمع بين الطرب الأصيل والغناء المتجدد. برحيله فقد لبنان علم من أعلام الموسيقى والفن اللي طبعت ألحان وأغاني في ذاكرة اللبنانيين لفترة طويلة من الزمن. الله يرحمك أبو مجد. يعني شو ما حكينا ما بلو في حقه للموسيقار الكبير الفنان الراحل ملحم بركات على الاشياء اللي قدمها للبنان وللعالم بموسيقته التجديدية. كان له لون يعني كتير معروف من اول ما تسمع، اذا كان عاطي ألحانه لأي فنان مجرد ما تسمع اللحن بتقول ملحم بركات حاطت بصمته. على العموم نحن بدنا نتابع نحن وياك استاذ زياد حول موضوع الإيزوتيريك كمان، بس في حدا بعت لي على الواتساب بدي يقول انه يبعت لنا اسمه لان بنفضل يكون في اسم بس للي بيبعتوا واتساب. كنا عم نحكي عن الحاسه، مش الحاسه السادسه، فينا نقول عنا الحدس والحاسه السادسه والاستلهام، هي مراتب مختلفه. مراتب مختلفه، يعني قديش ايام نحن بنكون ماشيين بنطلع ورانا بنشوف انه يمكن حدا عم يمشي ورانا، كم مره بنتذكر شخص بعد شوي بنلاقيه عم يدق الباب علينا، كم مره بنشعر بامر قبل حدوثه. هالمشاعر والأحاسيس بتمر عبر الهالة ومنها إلى الجسد، نعم. هي نابعة عن وجود الباطن، كيف بتفسرنا إياها؟ يعني حكينا فيها بس إنه فيها تراتبية. رح نعطي شيء جديد بالإزوتريك بقدمه، يعني مش موجودة بتفسيرات هالشيء بالعلوم الأخرى. يعني هذا حساسيته أكبر من من المادة. أكتر من المادة وفي إلها مراتب، يعني نعم. رح نبلش فيهم بالدور. في عندك الحدس أو الحس عندك الحس السادس أول شيء، هيدي مرتبطة بالهالة الأسرية بالأورا تبع الإنسان. شو يعني هي الهالة الأسرية؟ مثلاً هي ذبذبات. الهالة الأسرية هي الطاقة المغناطيسية اللي بتحيط بالجسد، نعم، اسمها الأورا. هي أول الأجسام الباطنية بالإنسان. هالهالة تتمدد وتلتقط شخص مثلا تنقول داخل هلا، بتعطي الايجابيه والسلبيه كمان، بتعطي كل شيء هلا. هي لا لنفسها ولا غيرها. قديش في ناس مثلا بيجوا بنقول يا لطيف بس فاتوا هيك علينا تستشفت شفنا شيء نيجاتيف. بس كمان فيك تتعلمي بعلم الوعي انه تقوي هالهاله، بتبطل تخترقك الاشخاص السلبيين. هيدا اللي بدنا نحكي فيه. في لها تمارين وتضميخ هالآلة بذبذبة إيجابية وبطاقة محبة معينة، بصير الشخص إذا هو جاي سلبي بحس هو بده يتغير، يعني بحس انزعاج إذا جايك بشكل سلبي. أكيد. أنت بتكون عاملة حصانة معينة ضمن دار جسمك. هلأ الهالة الأسرية بذات الوقت لازم تكون وقتها تتمدد تطلقت هالأشياء ما يحط أفكار مسبقة الشخص، وإلا إذا حلل
تحليله بيعطي الإجابات، لا بده يكون من جوا شيء بتك من جوا. في تحسين ضد هالهالي السلبية؟ الهالي السلبية طبعا عبر تقوية الشخصية بتقوى لهالي الأسرية كمان. ما في أشخاص كتير شخصيتهم قوية بس كمان عندهم هالهالي السلبية، في تمارين تنفس اللي عليهم واللي بيفرضوه على غيرهم، في تمارين تنفس وفي إشياء تانية طبعا بمنهج الإزوتريك اللي بيعطيه لطلابه. طبعا الإزوتريك في شقين، في محاضرات عامة وكتب، وفي كمان دروس خاصة للطلاب المنتسبين لمعهد الإزوتريكي اللي هو بالحزمية، حد سبينيز حزمية بالطابق الأول. نعم. هلأ هي عبارة عن محاضرات، جلسات، محاضرات أسبوعية للعامة مفتوحة مجانية كلها طبعا. نعم. وللطلاب المنتسبين دروس متقدمة، دروس متقدمة بهالأمور بالعلوم الباطنية. نعم. تنرجع لموضوع الحدس والحس السادس والاستلهام. تاني درجة يلي هي أعلى من الحس السادسة هي الحدس. الحدس يلي أكتر شيء المشاعر بتكمشها. أيام إذا جاية عاصفة بتحس حصان شعر فيها، أو بتحس عصفور غير مجرى طيرانه أو شيء، أو إنسان شفاف خصوصا مثلا بالكرة البعيدة بتلاقي الـ بالقرية إنسان شفاف ونظيف وبسيط المشاعر تبعه مش الفكر، عم تلقط شعوره بحدث جاي. فهذا بسموه الحدس أو الحدس أو الانتويشن. هذا ما له علاقة بالفكر وما له علاقة بتخطط الأفكار، هي أوطى مرتبة. المرتبة الأعلى هي تخاطر الأفكار، بيصير على مستوى العقل اللي هو الجسم الباطني الرابع في الإنسان. فإذا بنرجع من عيد الجسد المادي اللي بيشوف الأشياء المادية، نعم، الهالة الأسرية اللي أعلى الأورا اللي بتلتقط الحس السادسة، المشاعر أو الجسم الكوكبي بالإنسان اللي بيلقط الحدس، بحس بحدث بده يصير معه معين بالحياة، والأعلى منه العقل اللي هو رابع درجة اللي هو بيعمل تخاطر وتوارد الأفكار ويتخطى الزمن. حتى قديش بيأثر توارد الأفكار من شخص على شخص معين؟ نوصل لهالمرحلة انه انا أثر على شخص بتوارد الأفكار، انه اطلب منه شيء يعمل شيء انا بدي اياه؟ هلا بعلوم الإزوتريك ممنوع، لانه عند كل شخص استقلاليته ما في يدخل الشخص بحياته الثانيه. اكيد، بس عم بقصد انه هيدي مقدور عليها. نحن الانسان بيتأثر بالهواء، بيتأثر بالاي سي اللي شايفتي هون، بيتأثر بكل شيء، بيتأثر بافكار الاخرين كمان. فاذا افكار الاخرين سلبيه تجاهه وما عنده حصانه نعم يتأثر، ولكن خلينا نعكسها، خلينا نحن نخلي العالم يتأثروا بإيجابيتنا. يعني وقت أنت تحط فكرة على الإذاعة وتكون عم تتفاعل فيها بتغير حياة كذا شخص عم بيسمعوا لك. فإذا هذا التفاعل المطلوب، وإذا فكرت بشيء أيام وما قلتيه كمان ممكن يوصل كفكر، يعني حدا تاني يلقطه ويتفاعل معه. نعم. على العموم علم غوير وعميق، ومثل ما قلت بده محاضرات وبده الواحد يكون هو كيف الإنسان بده يكون يعشق هالشي. نعم. ولا في ناس بس مجرد ان رايحين نحن بس هيك نحضر محاضرة نشوف نستكشف. كل إنسان شو بده من الحياة. أكيد. يعني إذا الإنسان بده الإشياء الظاهرة بالحياة بتكفي الإشياء الظاهرة، إذا بده يفوت بالعمق، إذا بده يسبح بالغميق بده أواعد السباحة بالغميق، بده علوم مثل علوم الإزوتريك. أستاذ زياد نحن تقريبا الوقت عم بيشارف على نهايته، خلينا نشوف حضرتك مثل ما حكينا انه بالنسبة للبيال المعرض اللي عاملينه نفسر اول يوم وتاني، لان هلا المستمعين انضموا لنا ما كانوا قبل شوي يمكن على الهواء بعدهم، فاذا بس بتفسر عن اخر نشاطاتكم. شكرا لك. طبعا البيال ببلش بواحد الشهر اوكي بمحاضره للدكتور جوزيف مجدلاني، امتداد الحياه بين الما قبل والما بعد، بالبيال 7:30 عشيه، وبيرجع تاني نهار باثنين الشهر بيصير فيه كمان توقيع للدكتور جوزيف مجدلاني، بثلاثه الشهر كمان في سيده ندى وزياد شهاب الدين عندهم توقيع لكتبهم، بالاحد في توقيع لكتبه 4 الشهر، ولنور دكاش كمان كتاب أوكي. للاطفال. في عندنا هلا سلسله كتب للاطفال، هذا الشيء الجديد بس ببيال. اوكي تفضل. في عندنا لقاءات للتلاميذ بالمدارس، في عندنا لقاء بخمس الشهر ايه، لانه الشخص الولد بيتفاعل مع الاشياء الشفافه بتعطينا معنى بالحياه. يعني طبعا مش حياخذها معادلات باطنيه مثل ما بياخذوها الكبار، بس بياخذها رموز، مثل كيف مثلا كتاب لو بيتي برانس مثلا انشهر كثير واثر الاطفال. نعم، الامير الصغير. صحيح. ايه نعم. فهالتاثير بيبني له جوا مخيله كبيره. نعم. وطبعا في كل يوم بس بدي اقطعك، ناخذ اتصال ونرجع نعود للنشاطات. الو الو بونجور. بونجور. بدي اسال الاستاذ في احد كتبه قريته عن الزمن وعلاقته بالفكر.
العائلة. نعم. شو هو العلاقة بالمضبوط بال بس مين معي؟ توني. أهلا وسهلا يا توني. يلا هلا بيجيبك أستاذ زياد، شكرا على اتصالك. أهلا وسهلا توني. للزمن علاقة مباشرة بالفكر، حتى من دون فكر ما في زمن، لأنه الفكر هو الوحيد اللي بيفهم الزمن. الزمن في سبب ونتيجة وفي تتالي، فإذا الزمن هو تتالي الصور العقلية على شاشة الوعي. منلاحظ إذا الحيوانات مثلا ما عندها مفهوم إدراك لمفهوم الزمن، ولا النبات ولا غيره، كل شيء ما في فكر. الجماد والحيوانات نعم ما بيقدر يتفاعل مع الزمن. بس بدي أقول لك شغلة أستاذ زياد، هلأ طبعا غير موضوع هيدا، ولكن بيقولوا أنه الحيوانات أحيانا كمان عندها حاسة لما أكيد. بيصير هزة زلزال أعصار، مزبوط. فإذا هيدي كمان موجودة بالحيوان، هيدي الحدس لأنها مرتبطة بالمشاعر، لأنه هي عندها مشاعر. نعم. يعني تالي الطبقة بالإنسان اللي هي المشاعر موجودة عند الحيوان، وزبزبية كمان وتتمدد. نعم. فنعم عندهم شعور بس ما عندهم شعور بالوقت. الإنسان هو لأنه من خلال الإرادة اللي فيه والفكر يتفاعل مع الزمن مع الوقت ويتحكم به، أو الوقت هو اللي بيتحكم فيه إذا ما كان عم بيشتغل أكيد. على وعيه. نعتذر قطعناك، خلينا نكفي النشاطات بنكمل بالبيان. بالبرنامج نعم في عنا نشاطات لكن ثقافية للتلاميذ بالمدارس بخمس الشهر من 10 على بكرة ل 12 الظهر مع ندى معود ونور دكاش ببيال. في نشاطات كمان تاني نهار ميشيل سمراني وميرنا بي ست الشهر كمان ببيال ميرنا تلحوق، وفي لقاء مع الكاتب وليد فرح بسبعة الشهر. طبعا كل يوم في حدث رح نمشي عليهم بسرعة. نعم. في عنا مروان أبي عاد وعارف منيمني كمان بثمان الشهر عندهم توقيع كتيباتهم الجديدة قانون الباطن للأستاذ عارف منيمني، وفي حفل توقيع كمان للبنى نويهد ومينة تلحوق كمان بتسعة الشهر من الساعة 6 للساعة 8. كل النشاطات بتصير من بعد الساعة 5 عشية ببيال، بس موجودين من 10 على بكرة نشاطات الأولاد طبعا من 10 ل 12 مع المدارس. في عدة مدارس حيجيبوا تلميذهم على بيال ورح يمرقوا بستاند علوم الإزوتريك حتى يعملوا نشاطات تطبيقية للأولاد مشان يشجعون. رح أقول بسرعة كمان الأشياء اللي باقية. حفل توقيع لهيفاء العرب ورانيا فرح بعشرة الشهر، وفي من بعدها نقاش محاضرة مع هيفاء العرب عن المساواة بين الجنسين، ثورة لكن من أي نوع. أيوة. في ثورة بعشرة الشهر. مجلة تحية. بعشرة ديسمبر 7:30 عشية في ثورة ببيال. حفل توقيع أنور السمراني اللي استضفيته آخر مرة، مجلة تحية كمان أستاذ أنور وميشيل السمراني كان ضيفنا. نعم. نعم كتابه جديد وكتاب لميشيل للأطفال. نعم. وآخر شيء طبعا للوقت عم بدهمنا كمان في لقاء مع الكاتب بول أبي درغام بجناحنا الإزوتريك ب 14 الشهر الهوية الضائعة اللي حكينا عن مساوئ التنويم المغناطيسي. نعم. وكيف الإنسان في يعمل الشيء الطبيعي اللي هو التأمل بتناوله كمان كتاب الهوية الضائعة. نعم. لبول أبي درغام. يعطيكم ألف عافية. في آخر شيء وصلني بس للأمانة توني كرم بيقول هل هذا العلم هو ما تكلم عنه سقراط وأرسطو وأفلاطون في الزمن القديم، ولماذا اختفى أيامنا هذه؟ باختصار بطل عنا وقت حكيوا فيك فلسفة. نعم. هلأ تقدم المنهج التطبيقي يعني كيف بدك تعمل أعرف نفسك، عندك طريقة منهج وخطوة تمشيها. نعم. بعد هلأ عم يوصلنا على الواتساب شكرا على هالموضوع العميق بيقول جان إبراهيم ما هو المنهج الذي يقدمه الإزوتريك كي نتعرف إلى الداخل فينا. في ملخص بعتقد جان نحن حكينا أنت ما كنت على السماء، ما بعرف إذا في وقت بعد محمود في عن السؤال عن بيتاغور كمان قدم مثلا سلم الموسيقى السبع نوتات. نعم. والإزوتريك بكتاب أنور السمراني بين الموسيقى والباطن توسع بهالشي، وكتب محاضرة جزء ثالث ورابع لدكتور مجدلين توسع بعلم الموسيقى الذبذبي التفاعلي. حلو يعني لو بصحلنا كلنا نطلع عليهم، ومع العلم انه هالايام قليل صايرين اللي بيطلعوا على الكتب وبيقرأوا وبيروحوا دغري على الانترنت، وهو متعة لما بتمسك الكتاب متعة قراءته غير لما بتتصفحوا عبر. ورح يصير في عنا كتاب مسموع لأول مرة كمان رح يكون موجود ببيال كتاب مسموع مذكرات إنسان. حلو. يعني أوديو بوك هو موجود الكتاب بالمكتبات. نعم. رح يصير مسموع على كل حال. أنا أكيد في كتار حيتابعوكم بالبيال وإن شاء الله بتتوفقوا يا رب. بختم هالحلقة أستاذ زياد دكاش أنا بشكرك على هاللقاء الممتع يلي أوضحت من خلاله عن مؤلفاتك والمؤلفات الغير من بالجمعية وعن علم الإزوتريك. بتمنى لكم المزيد من النجاح والاستمرارية. شكرا لكم. شكرا لصوت الحرية وإن شاء الله ضلكم تحكوا بحرية بوعي على الله يخليك إن شاء الله.